كن نفسك ولا تكن غيرك. لما تبقى ذكي اجتماعيا اعمل اللي انت شايفه يعني اللي يليق بيك. يعني ايه؟ سيدنا موسى راح رفع الغطاء بتاع السقاء. انا لو كنت مكان سيدنا موسى كنت هروح اقنع الناس، كنتش هعرف ارفعه. الباي والتراي عندي والقوه، لا مش هقدر. انت هون كنت رحت خلصت صح؟ فكل واحد وقدرته. في واحد تاني كان ممكن يروح يراضي الناس، تمام؟ واحد تالت كان ممكن يستنى بعد. كل واحد وايه؟ لان اخوانا فكره جهي كحلها صح. ليه؟ لانه بيستخدم حاجه غير اللي يقدر عليه. يبقى كن نفسك، تعامل بطريقتك التي تعودت عليها، ما تخترعش، ما تتفلسفش. كن ذكي اجتماعيا كما انت. انت بتبعت رساله خلاص، مش لازم بتدعي له. ما هو الذكاء الاجتماعي بتسلم عليه، ما تقلدش حد في الذكاء الاجتماعي.